يلا يا جماعة تعالوا نشوف السلومتي. يلا يا سلومتي، الاير، الاير الهوا، وانت ولا نيد؟ عاش، حط حرف ان، شطورة. طيب الايس كريم حاجة أساسية ولا عادي؟ حاجة أساسية إن احنا ناكل، لازم ناكل ايس كريم الصبح، لو ما كناش عادي ولا ايه؟ ها؟ ممكن ما ناكلهوش عادي مش هيحصل لنا حاجة؟ يبقى وانت ولا نيد؟ عاش، الله ينور. يبقى الحاجة اللي أنا مش محتاجها وان. طب البيتزا دي لو أنا ما أكلتش كل يوم بيتزا ممكن أتعب ولا أموت ولا حاجة ولا عادي؟ عادي، يبقى وانت ولا نيد؟ الله ينور على الدكاترة. طب بالنسبة للشوكلت برضو، الشوكولاتة دي حاجة لازما أساسية كل يوم لازما نرضع شوكولاتة كده؟ ها؟ لازما يعني البيبي الصغير كده نرضعه شوكولاتة ولا عادي ممكن ما ياكلش شوكولاتة أصلا؟ يبقى وانت ولا نيد؟ الله ينور على الدكاترة. طيب بالنسبة للمية، لو أنا قعدت يومين ثلاثة كده ما شربتش مية عادي ولا في مشكلة؟ ها؟ المية حاجة أساسية ولا حاجة مش أساسية المية دي؟ المية مش أساسية؟ يعني أنت ممكن تقعدي 10 أيام كده من غير ما تشربي مية خالص؟ ولا صعب؟ يبقى وانت ولا نيد؟ ها؟ فكري كده، وانت ولا نيد؟ أميرة خصم درجة عشان بتتكلم، وانت ولا نيد؟ نيد، الله ينور على الدكاترة، عايز تسيفة كبيرة يا جماعة.